أول حاجة عندنا الكيك هيكون عبارة عن 20 جرام بيض بيض، 25 جرام سكر، 125 جرام بيض، 85 جرام دقيق لوز، 45 جرام سكر بودرة، 25 جرام دقيق، 2 جرام بيكنج باودر، و40 جرام زبدة مذابة. بالنسبة لموس البندق هيكون عندنا 175 مللتر حليب، 75 جرام صفار بيض، 20 جرام سكر، 15 جرام باودر بتاعة الكاسترد، 50 جرام معجون برالين، 50 جرام شوكولاتة بالحليب، و250 جرام كريمة مخفوقة. عندنا بعد كده موس الشوكولاتة هيكون عبارة عن 220 مللتر حليب، 30 جرام سكر، 35 جرام بيض، 390 جرام شوكولاتة داكنة، 550 جرام كريمة مخفوقة، وآخر حاجة الجليز اللي هنعمله بطعم البرالين هيكون 15 جرام جيلاتين بودرة، 150 مللتر مية، 225 جرام سكر، 225 جرام جلوكوز، 75 جرام حليب مكثف محلى، 75 مللتر حليب مبخر، 150 جرام شوكولاتة داكنة، و 150 جرام معجون برالين. نبتدي بالكيك. أول حاجة هنخلط بياض البيض والسكر مع بعض، بس نخلي البيض الأول أو بياض البيض هش شوية، وبعد كده نحط سكر شوية شوية، نعمل مرنج علشان يبقى الكيك بتاعنا خفيفة. الخلطة بتاعت الكيك لما نخلصها أوكي. دلوقتي هنحط البيض الكامل، السكر، البودرة، ونحط الدقيق والبيكنج باودر ودقيق اللوز مع بعض، وهحط الزبدة في الميكروويف لأني محتاجاها تبقى سايحة. ودلوقتي نبتدي نضرب البيض والسكر البودرة. وقبل ما يختلطوا تماما هنحط معاهم الزبدة المذابة. الزبدة تبقى مذابة بس ما تبقاش سخنة علشان ما تهبطش بياض البيض. ودلوقتي هناخد الكيك ونحطها في صينية تكون مجهزة بورق زبدة، ونفردها في الصينية بحجم يبقى مناسب لحجم القالب اللي هنستعمله، وهندخلها فرن بدرجة حرارة 170، وهتقعد في الفرن حوالي ربع ساعة. هحط البرالين والكريمة على النار أو اللبن على النار، هحط نص كمية اللبن مع الصفار والسكر، وبعدين نرجعهم تاني على النار، وده طبعا فيه شوية نشا فهنسيبه لحد ما يغلي.
وهندخله الفريزر، ولما يجمد هنقطع منه مربع بحجم الكيك. ونجيب موس الشوكولاتة ونحطه عليه. هنجيب الجيلاتين الجيلاتين هحطه في الميكرويف شوية علشان يسيح. وهنحط البرالين والحليب المكثف المحلى والحليب المبخر. وهنحط كمان معاهم الشوكولاتة والجيلاتين. اوكي، ونحط الجليز على الكيك. أتأكد إن الجناب كلها اتغطت. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.